أنا شايف إنه ما في التقاء في تفاهم في هذه النقطة بالذات، وأنا مضطر أن أحكي بصراحة. أنا ما سمعت منه إلا شبهة من قيل حتى ينال الجواب، ولا أنا مستعد أن أؤلف في هذا الموضوع كتاب. فماذا يريد وماذا تريد؟ هذه واحدة. ثاني واحدة، هو دخل في الموضوع موضوع اتهام من منهج السلف الأخير هذا بأنه في عنده تشدد. فالإنسان بده يدي دعوة خاصة يمس عقيدة بعض الناس قديما أو حديثا، لازم يأتي بالدليل. فهو تكلم وتكلم طويلا انه هذا ما بيلزم منه كذا، نقول له هذه من بدايات الدعوة السلفية. فلو انه كان عم يسأل عن شبهة عن اشكال سمحها من الخرافيين دون من المبتدعين من الملاحدة الى اخره، فانا والله بفكر بهذا السؤال ان كان عندي جواب اقدمه ولا بلا. لكن وما كان هذا موضوعه حتى تقول انت نحن بحاجة الى كذا وبحاجة الى كذا ومن انا بحاجة الى كذا وكذا. شو قال يا اخي؟ عن الشيء اللي قرأه شو قال؟ شو الشبهة؟ شو الشبهة اللي عرضها؟ نعم نعم. يقول انه وهذا لا. طيب انت شو بتريد هلا؟ شو بتريد منا هلا؟ الشيء اللي عم تحكيه عن دول الجماعة انت بتظن نحن معنا خبره؟ لا، اسمح لي. اذا شو قصدك من الحكاية هذه؟ إن كان قصدك شيء فهمنا الواقع، لا أنت بتعترف معنا أنه نحن عارفين الواقع. إن كان قصدك شيء علمي تفضل اسأل عنه. سبحان الله، سامحك الله وتناسيت ونسيت. سامحك الله. إذا بقى ربما هذه بضاعة ردت إلينا. تفضل. نعم، نسيت. ما الذي نسيته؟ طيب ولكن في هذا الترتيب يبدو انها تغير عن وضع تفكير اكثر واوضح من الامور بتفاصيلها الكبرى. يعني انا رد كتاب الفتح مع فكرته انه هو خلاص هو الله يهديني. الله يهديني يا مولى. ايه يعني انا بدي اشوف هذا الكلام، بدك يعني اشرح العقيده الطحاويه شرح جديد؟ ما بطلع بايدي. طيب شو قصد من هذا الكلام يا اخي؟
هذا مش كلامك، ده كلام الخصوم. أولا بتقول بيركزوا على كذا وكذا، هذا مو صحيح. شوف مؤلفاتي كتبي على إيش عم تركز، إذا كنت تعنيني أنا، وإذا كأني غيري من القادمين من الماضين أو الحاضرين، كل نفس بما كسبت رهينة. الإنسان يعمل في حدود صفاته وطاقته. فأنا عم أقول إلك ولأبو يحيى اللي دعمك إنه أنا ما سمعت شبهة من أخونا عدنان لحتى نجاوبوا عليها، بالعكس سمعت تهجم على السلفيين إنه عندهم تشدد. وين هذا التشدد؟ ما سمعنا، ما جبت ولا مثال.